تعالوا نشوف النهارده رسمتنا عباره عن ايه. حد كاتب لي ممكن ترسم عصفوره، تعالوا نشوف الرسمه مع بعض. بعد ما رسمنا عين العصفوره زي ما انتم شايفين، وهنعمل الشعر اللي من ورا، وديت بتسمى برنيطه، اللي مربي عصافير او حمام هيبقى عارف انا بتكلم عن ايه بالظبط. وهنرسم الجناح، وهنبدا نقسم ريش الجناح زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنقسم او هنعمل خط تحت بعض اتنين، ديت بتكون عباره عن غصن الشجره اللي واقفه عليه العصفوره. وهنكمل باقي الرسمه بعد ما نخلص الغصن، وزي ما انتم شايفين رسمت ورقة شجر عشان يدي طبيعة أكتر، وبنقفل ريش الجناح. وبعد كده هنكمل الديل زي ما انتوا شايفين، ونبقى رسمنا عصفورة بطريقة سهلة جدا. اكتبولي في الكومنتات حابين نرسم ايه تاني. يلا سلام.